إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، ما زلنا مع سورة قاف، ووقفنا عند قول ربنا جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في قول ربنا جل وعلا: ما يلفظ من قول، يعني إنسان لا يتكلم بكلمة إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة يرقبون ما تتكلم به ويكتبون ما تتكلم به من خير أو شر، وهما ملكان كما قال ربنا جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. نستفيد فائدة عظيمة من هذه الآية، وهي وجوه حفظ اللسان، خطورة اللسان. الإنسان جاهل هو ذاك الإنسان الذي يتكلم وما يخممش، فنقول احنا نجيبها في المنبر، هذا إنسان جاهل ما عرفش الخطورة ديال اللسان، وأنه من أكثر ما يدخل الناس النار، من أكثر الأشياء اللي كتدخل الجهنم هذا اللسان. هو صغير الجرم، حجمه صغير لكنه عظيم الجرم، كثرته حركته ويعني سهولة تلفظ بالكلام، سانتي ضلي إدوي ممكن زنش. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال له: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قالها لما معاذ قال: يا رسول الله، إننا مؤاخذون بما نتكلم به، يعني غير واخذنا الباب الكلام اللي كنقولوا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار، واش ملك يكب عباد الله في جهنم إلا لسان. ولهذا ورد أن عقبة بن عامر الصحابي، هذا الصحابي الجليل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من نجات؟ بغيت نجا من عذاب الله، اش ندير؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، شد عليك لسانك، وليسعك بيتك، يعني نزوم البيت الفتن، وابكي على خطيئتك. هذه النجاة، يبغى النجاة. وفي الصحيح، في صحيح البخاري، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ضمنوا لي رجل الحويج،
ليضمنية ما بين الحيين، الحيان وعبد عظمة عليه السلام، هو ما بين الحيين هو لسان، وما بين رجليه هو فرج. رسول عليه الصلاة والسلام يقول ضمنية الجوج ضمنية الجنة، ضمنية هي الجوج، لسانك وفرجك، هذا الشيء يدخل الجنة. من يضمن لي ما بين الحيين وما بين رجليه في لفظه ما بين فخذيه أضمن له الجنة، الجنة على حساب. أعطيني يا رجل سانك وفرجك، هذا يدل على خطورة اللسان. ولهذا صح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. ما كاينش حاجة على وجه الأرض تستاهل طول سجن المؤبد، سجن طويل قد اللسان لكثرة جرم خطورة اللسان. فالآية تتنبهنا لأن الله عز وجل راه ماشي خلقنا وخلانا مطلقين، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. غير علينا ماذا كان كل واحد من أجل الملائكة، صاحب الشمال صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وسنتكلم عنهما أكثر في الخطوة الثانية. خطوتنا هذه عن خطورة النساء، خطوة الأولى عن خطورة النساء. ولهذا نجد في كتاب الله جل الله تبارك وتعالى يوصينا بأن نقول الخير وأن نكف عن الشر. قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. جيش وتخرج الكلمة وزنها ماشي غير طارق لساني، وزن عاد تكلم. ويقول ربنا جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالحذر الحذر من هذا اللسان، احذر لسانك كما قال الشاعر يقول احذر لسانك فإنه احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك فإنه ثعبان، لا يحفش أيضا أركب أبن عادة غير وجهك. وأكثر الناس لا يعقلون، وأكثر الناس ما واعيش غير جيبها في الملك والغدون يجت على في الملك ولا ما يفكر فيها ولا يخدمها وش هل. ومن أعظم ما ينبغي أن نحذر منه عباد الله قلة اللسان، تكشف تكلم باللسان من جرائم كثير لكنه درجات، وأعظمه الشرك بالله، التكلم بالشرك. يقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قول. هذا اللسان يشرقه الله لسانه، يقول الله هو عيسى نصارى، يقول الله ثالث ثلاثة نصارى. ويقول جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، افتراء على الله من أعظم جرائم اللسان كذوب على الله، ومن أعظم الافتراء على الله أن يجعل له الأنداد وأن يجعل له الأولاد. من أعظم الافتراء على الله، من أعظم الكذب على الله، هو أن الإنسان يدير مع الله شريك بلسانه أو يجعل الله له أولاد. قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا عظيما يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذه كلمة ديال وكل شيء يقولون اتخذ الله ولدا، الكلمة الكلام ولا يسمع شيء يقول الله تعالى هذه الكلمة هذه يكاد السماوات تشق منها يكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض والأرض تشق وتخر الجبال هدا، والجبال دق
يعني كلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ما تحقرش الكلمة، حقرش الكلمة، كلمة وحدة تجيب عليها الله الكلمة. الشرك بالله، دوك الناس اللي كيشركوا بالله وكيحلفوا بغير الله، اتقوا الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تحلف بالله ولا تصمت، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، تحلف بالله. اللي تيحلف شي حاجه من غير الله راه كيشرك بالله، تيدير جريمه تتكتب عليه. اعظم الجرائم اللي هي الشرك بالله عز وجل هي اللسان، من اعظم بل هي اعظم جرائم اللسان الشرك. وقس على ذلك كل لفظ فيه شرك بالله عز وجل. ناس عن هذا الوعي، شحال من واحد يقول هذه الكلمه هذه بكره انا عندي غير الله منتوما، هذا الله ما عندي مع حتى واحد في الكلام. نقول الله ما عندكش الله، كيفاش الله منتوما؟ واحد راه قال الرسول عليه الصلاه والسلام ما شاء الله هو شئت، قال لي اللي بغى الله بغيتي انت، قال لي اجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. كيفاش اللي بغيتي بغى الله بغيتي انت؟ واش درتيني قادتيني مع الله؟ هذا الرسول صحاب الرسول هو زعما قادها، قال لي ما شاء الله وشئت. الرسول ما بعثوش الله باش يشرك بالله، الرسول بعث الله ليعبد الله. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءه ثم يقول للناس قوموا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فبالتالي اخطر حاجه تديرها الانسان هو الشرك، حيث لا شرك بالله. الشرك يحبط الاعمال، لان اشركت ليحبطن عملك، ماشي ليك العمل ديالك. الشرك لا يغفره الله لمن مات عليه ولم يتوب منه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الانسان اذا تاب تاب الله عليه، ولكن الانسان لا مات له شريك ما كيغفرش الله الشرك الا اللي تاب منه في الحياه ديالك. الشرك سبب للخروج في النار، ملام كيخرج من جهنم. يقول تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. سامح اعظم جرائم اللسان الشرك بالله والافتراء على الله، الكذب على الله، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، كلام على الله. انك تبدأ تقول الله حرم هذه، بعض الناس ما عنده علم تفتي يقول الناس حلال وحرام. انت تقول الناس هذه حلال ولا حرام، كتقول لهم الله حرم عليكم ولا حلال لكم، ولا ما كانش عندك علم راه كتكذب على الله. شكون اللي تقول الله حرم الله ما حرمش؟ اما لقيتي علم تكذب، كذب على الله. يقول هذه حلال حللها الله، انت ما عندك لا علم لا والو. من الكبائر داكشي اللي ذكر الله مع الشرك، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لم تعلموا. حاجة ما عرفتش عليها قول الله أعلم، خاصة في دين الله بس اللي علمت عليها. عندك علم مرحبا، ما عندكش علم حبس غادي يجيب راسك الربح. من اعظم جرائم اللسان افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاه والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي لفظ من يقول علي ما لم اقل، من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. تجيك تقول قال رسول الله، وانت كاع ما عندك علم وما محتيش، ولا غير لقيتي الحديث في الواتساب ولا لقيتيه في وسائل التواصل اللي تشير به. وسائل التواصل عامرة بالكذب على الله وعلى الرسول، حاجة اللي ما علمتيش عليها ما تقولهاش وما تنشرهاش. سول أهل العلم متخصصين في علم الحديث. نقول لك هذا حديث ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذب؟ مكذوب على الرسول. ما أكثر ما كذب على الله وما يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في وسائل التواصل. عامر كذوب، ماشي غير شي حديث يعجبك يجيك زوين المعنى ديالو بدا تتشير به، ولا بدا تتحدث به الناس في المجالس. قال رسول الله، بحال انت صحابي جميل كنتي مع الرسول. سول عن الحديث واش كاين، واش هو البخاري ولا مسلم صحوا العلماء فين كاين الحديث. تيجي يقول ان الانسان ربما عاد بها الاخوان، عاد وجودا بالحقوق الاخرين من اعظم جرائم الانسان. وقدح
احكام اعراض. سنتكلم عن هذا بشيء من التفصيل. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا وإياكم في من الآيات والذكر الحكيم. وآخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، من أعظم أيضا جرائم اللسان، تكلمنا على ما يتعلق بحقوق الله، تنغلطوا مع الله لساننا، تنسئوا الأدب مع الله لساننا، تنشقوا الله، أولا من تنقولوا تنسبوا الدهر، يؤذيني ابن آدم. سمعت الحديث القدسي في البخاري يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يسب الزمان، الزمان راه بيت الله، يسب الوقت، الزمان مخلوق ماشي هو اللي شكون اللي تيقدر الأقدار وشو الزمان ولا المكان، راه الله اللي كيقدر، اللي كتبدا تسخط على الوضعية وتبدا تسب في الزمان، تسب في الوقت، هذا تتأذي به، تأذي به الله لسانك. يؤذيني ابن آدم يسب الدار، لأن اللي تيقدر ماشي هو الدار، الدار مقدور ماشي مقدر، هو الله اللي خلقه، فتتسخط على الأقدار ديال الله تعالى وتسب الدار، فتؤذي الله عز وجل. كثيرا ما نسيو الأدب مع الله لساننا، وكثيرا ما نسيو الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لساننا، من كنبداو نحدثو ونقول كلام ما ثابتش، وأيضا نسيء إلى بعضنا حقوق البعض. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول سئل أي المسلمين أفضل، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الحديث الآخر في الصحيح البخاري وغيره المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم. المسلمين يسلموا من لسانك ومن يديك، ما تأذيش المسلمين، هذا هو المسلم، أذيش المسلمين لسانك. ويقول عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة حجة الوداع في يوم النحر نهار العيد، ويقول سول الصحابة أي يوم من هذا، هم عارفين الرسول عارف اش من نهار، ولكن قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، حيث معروف اش من نهار نسولهم الرسول سكتوا، قالوا لك ما بيسميه شي اسمية أخرى، قال أليس بيوم النحر؟ ديك يوم النحر، يوم النحر العيد تذبح فيه الهدي الحج، قالوا بلى، قال فأي شهر هذا؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس بذي الحجة الشهر الحرام؟ قالوا بلى، يعني الحج كيوم الحجة شهر الحرام. قالوا قال لهم صلى الله عليه وسلم فأي بلد هذا؟ شنو البلد هذا؟ فسكتنا في الصحابة كيسولوا مدى الأسئلة اللي هي معروفة، يقولوا لك ما بغا شي حاجة أخرى، تيقول لهم أليس بالبلد الحرام؟ ياك هذا البلد الحرام؟ قالوا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني ما كتعتدي على العرض ديال المسلم ولا المال ديالو ولا الدم ديال المسلم، راه بحال انتهكتي الحرمة ديال البلد الحرام في الشهر الحرام في أعظم أيام الحج، يوم الحج الأكبر يوم النحر. حرمات ثلاث، حرمة فوق حرمة فوق حرمة، بلد الحرام اليوم يعني كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يدل على خطورة العرض ديال المسلم. فلنحذر إخواني من الغيبة والنميمة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، نهضر في الناس قد قال يا رسول الله أرأيت حتى الرسول عز وجل شرح لهم الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يا رسول الله إذا كان داكشي اللي كان بني ضعفين، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته،
وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الغيبة هي آش، هو تقول لي داكشي اللي فيه ولكن مرة ظهر، أما إلا ما كانش فيه راه هضرة أخرى اسمها البهتان، أعظم من الغيبة. كذبتي عليه ثاني كثر، ما كندويوش على اللي كذبتي عليه، كندويو على داكشي اللي فيه ولكن أنت كتجمع به. أكاع فينا كاين شي واحد ما فيه العيب؟ شكون فينا اللي يبغيه الناس يبداو مجمعين عليه فيه؟ كل عنده حقه، كل عنده خبيزته، كل عنده نصيبه، شكون اللي كامل؟ لهذا الله تعالى قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه يعني الله تعالى اللي يغتاب المسلم بحال اللي يأكل اللحم ديالو هو ميت جيفة، ماشي يعني جثة ديال المسلم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، راه بحال كتاكل فيه ميت اللحم ديالو جالسة تاكل في اللحم هو ميت. بشاعة ديال الصوير، صورة بشعة، ذكرك أخاك النميمة، هذه من خطورة اللسان. لا يدخل الجنة قتات، قتات هو النمام. شنو النمام؟ كي يلاقي سلوك شي عند هذا يقول لي راه قال فيك، ومشي عند الآخر يقول لي راه قال فيك، ورجع تسخر له يبقى ينقص الهضرة ويفسد بين الناس. واخا يكون داك الشيء كاين، ماشي انا سمعتي هذه تمشي تقولها لواحد اخر قال فيه واحد غلط دار الغيبه، تنوض توصلها تقول لك بعضهم منه درتي نامي مع هو دار الغيبه. واحد مشى عند واحد العالم وقال لي راه فلان كيهضر فيك، قال لي هو دار الغيبه وانت درتي نامي مع ما لقاش الشيطان شي واحد اخر غير كيصيفطو لي لا فين هو عند راسو، راه جاب يقول لي راه كاين يوفي زعما باش يتقرب ليه. قال لي ما لقاش الشيطان شي واحد اخر يسخرو غير هذاك دار جريمة الغيبة، وهو الاخر جاي يدير جريمة ديال النميمة اللي كثار منها، يعني غيبة وزيادة راه كتذكرو وكتزيد عليه ثاني تتفسد بين الناس. خطورة اللسان، شتي اللسان اش تيدير؟ راه كاين نوض حروب، كاين نوض جهنم، كل الحوادث. يعني كما قال ذاك القائل، اللسان كاين يشعل حروب، غير اللسان، غيبه، النميمه، الاستهزاء، السخريه. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم. تضحك على بنادم تستهزئ به، كاين بعض الناس كيبغي زعما يضحك باش يضحك هو تيأذي واحد اخر، تيقول لك انا غير نضحك حتى يجي كيشد فيه. والسيد مزير شنو هو اللي المزاح اللي هو مشروع؟ هو نضحكوا كاملين، نقولوا شي حاجه ومن ادي ما تاذيني ما اتيك ونضحكوا، هذا من المزاح نتمازحوا ما فيه باس. الشروط ديالو من شروط المزاح ان يكون حقا، ان يكون فيه كذوب، وان يكون قصدا، ما يكونش اكثار انك كثرت الضحك تمثل القلب. المزاح هي بحال الملح في الطعام من الحشويه، كثرتي القوى راه داك الشيء ما بقى فيه معنى. ان يكون حقا وان يكون قصدا وان لا يكون فيه اذى. المزاح الا ولا فيه الاذى او ولا سخريه ما بقاش مزاح. تبغيتي تضحك وتتاذي واحد اخر كلشي ضحك هو مسكين ديري من الوسط كتاذيو. راه هي لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا، مش عم تضحك عليه ربما عند الله احسن منك، ليش كتضحك عليه؟ ربما هو عند الله احسن منك، انت كتسخر منه. اذا اللسان شتي يدير الشير؟ شوف ضايع ديال اللسان، غيبه، نميمه، سخريه، استهزاء، كذب على الله، كذب على الرسول، تيظل يدير في الجرائم الانسان. القذف، قذف الاعراض هذه جريمه عظيمه. شنو القذف؟ هو اتهم شي واحد في العرض ديالو ولا شي وحده، يقول فلانه زانيه. الله تعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. نطي قلت لشي واحد شي واحد شي واحد ولا شي وحده قلت ليه الزاني ولا قلت لها الزانيه 80 جلدة على ظهرك. هذه كلمه زانيه كلمه واحده فيها 80 جلدة، هاتي في الدنيا اللي تخلصي هنا 80 جلدة على كلمه باش تعرف الخطورة ديال الأمر. كاين بعض الناس كيظل يتهرع، يا الفاعل يا الفاعلة الكلمة القبيحة، يا ولد الفاعل يا ولد الفاعلة، كيظل يقول فيها هذيك راه فيها 80 جلدة.
كاين اللي كتسالو 8000 ولا 80000 جلده يظل يتفرق بحال الضحك عند راسو عطاه الله ذاك اللسان وقال لك شي يدي كان فاعلي الفاعلي وفاعلي وفاعله راه فيها 80 جلده كل وحده وسير شوف شحال كيتسالك ما تخلصتيش هنا راه كيتاكل شوف كيف يدي ليها شتي اللسان شحال صعيب الانسان كاع ما وازناش تيقول ما عارف الخطوره ديالها عطاه ليا والله لقاه خدام وسالي انت خدام وطلقتيه احمد الله اللي عطاك الله لسانك كاين مسكين ما عندوش غير ما عطاش الله لسان كاين وما تيدويش انت عطاك الله لسان كيتكلم وكتحارب به الله وكتعصي به الله ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد رد الله راه الكلمه كتقلد كلمه بكلمه حسنة راه يكتبها من الحسنات السيئة راه يكتبها من السيئات بارك الله لكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابة الأمرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى نوفق أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لمن يحب ويرضى وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه وأن يحفظه في ولي عهده وسائر أسرته وأسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم احفظهم بحفظك اللهم كف عنهم أيدي اليهود الظالمين اللهم كف عنهم أيدي اليهود الظالمين اللهم كف عنهم أيدي اليهود الظالمين اللهم إنا نجعلك في نحور اليهود اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم رد كيدهم في محورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت وانت ارحم الراحمين اقول هذا الذي سمعته واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك